تجمع الوطن والأحرار من يقرأ منها. أتوجه بخالص عبارة الثالثين للحاضرات والحاضرين الذين قررون بحضورهم في هذا اللقاء والذين اعتبروا محطة جديدة من حلقات التواصل والانفتاح مع مقارنة التنسيق التي تجوى حزبنا على المستوى الوطني والجهوي والمحلي محركات وسيلاتي وموازية. ولأن تنظيم هذا الملتقى الخاص بالنساء التجمعيات يكبس اهتمام الحزب المرأة بأمور تراب وطن التي ملفاتها تشمل الأمور الأساسي وآفاق فاعلة في المجتمع وقد حققت مكاسب مهمة بالنظر للمكانة المجتمعية للنساء والعناية الموصولة التي يواليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عليه للنساء المغربيات وهي المكانة التي يباتها تقلب مناصب مسؤولية محليا وجهويا ووطنيا كما أن حزبنا وبنظر لانفتاحه وتواصله الدائم يأخذ بعين الاعتبار إشراك المرأة في المسار التنموي الذي يقطعه المغرب منذ العقود الماضية. السيدات والسادة، وجب التنويه ونحن نلتقي اليوم في هذا اللقاء إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الحكومة التي يتشرف حزبنا بقيادتها وتنسيق أدوارها بمعية أحزاب سياسية أخرى وتحت توجيهات سديدة والرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله ونصره. وقد استطاعت هذه الحكومة على تنزيل مجموعة من الأوراش التنموية الاستراتيجية والتي كان لها الوقت الكبير والإيجابي على حياة اجتماعية واقتصادية لعموم المواطنات والمواطنين. وهنا وجب الإشارة إلى ورش الحماية الاجتماعية التي توليه حكوماتنا كامل العناية والاهتمام بإشراف مباشر من صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كما تجب الإشارة إلى أن ورش الحماية الاجتماعية كان له الوقت الإيجابي على النساء وعموم الفئات الاجتماعية الهشة. ولنا كامل يقين أن هذا الورش سيتيح مستقبلا تحقيق الانعكاس سوسيو اقتصادي للنساء بعموم تراب الوطن وسيسمح بتنزيل مقاربة التمكين الاقتصادي للنساء بوضعيتها الشيء. أيها الحضور الكريم، تحت عمالة من يقتلني بعناية موصولة من قبل صاحب جلالة الملك محمد السادس ونصره وبفضل هذه العناية أضحت عمالة وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني وبالنسبة لمغاربة العالم بفضل البنيات التحتية المهيكلة والصخر الكبير من بنيات استقبال الفندق والتنوع البيئي والإيكولوجي والتراث المادي واللامادي للمنطقة. يمكن أن تواصل المنطقة إشعالها نحو بلوغ آفاق واعدة في استقطاب السياحي الدولي، خصوصا وأن المملكة المغربية مقبلة على تنظيم تظاهرة عالمية من قبل مونديال كرة القدم سنة 2003 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما يضع المنطقة باعتبارها بوابة وزيرة لإنجاز باقي الأوراش. كل هذه المعطيات تضعنا أمام تحدي كسب هذه الرهانات والمساهمات من موقع القرار على المستوى المحلي والجهوي في كسب المغرب لرهان تنظيم المونديال والتفوق شباب القادر على تحقيق النجاحات على المستوى الدولي. في هذا الإطار نشير إلى أن المملكة الحكومية تسهر بمؤهلات محلية وسياحية مهمة وتشكل مجالات السياحة والصيد البحري والاقتصاد الأزرق عموما إلى جانب رافعات اقتصادية أخرى حجر الزاوية للنسيج الاقتصادي المحلي. وبهدف ضمان استدامة هذه المؤهلات فإننا نقدم الملاحظات والتوصيات التالية. الملاحظة الأولى، ضرورة إعمال مقاربة جديدة في تدبير قطاع الصيد المحلي بساحل المضيق الكبيرة تضم كافة المتدخلين وتكون بعين الاعتبار ثلاث محدثات أساسية. أولها تثمين موروث البحري للمنطقة وتشجيع استثمار في مجال الاقتصاد الأزرق بما يضمن إنعاش الدورة الاقتصادية محليا وجهويا ويحقق مناصب شغل جديدة لفائدة أبناء وبنات المنطقة. ثانيها أهمية ضمان استدامة ثروة السمكية من خلال توزيع مقومات البحث العلمي في مجال البحر وتكثيف التدخلات خاصة بالمحافظة على الثروة السمكية للاستنتاج. ولهذا الغرض
ندعو القطاع الوصي ومختلف المتدخلين الى مزيد من اليقظه والتتبع للرصيد البحري في الساحل المتوسطي واشراك الفاعلين المباشرين في القطاع بتدبير الساحل مع الايلاء أهمية القصوى للحد من كل هذه الظواهر النشينة التي تهدد السلام البحرية. ثالثا، نتمثل في ضرورة انخراط الشباب والشابات في مجالات الاقتصاد الأزرق واستغلال ما توفره الثروة التكنولوجية والرقمية للتمكن من استيعاب هذا القطاع وانخراط فيه بإيجابية وفعالية قصد تحقيق الاندماج السوسيوبيها محليا وإقليميا. فضلا عن ضرورة انخراط الجامعة والمؤسسات التمويل المهني بهذه الدينامية من خلال إحداث تكوينات علمية وتطبيقات في مجالات الاقتصاد الأزرق وربطها بسوق الشغل. ملاحظة ثانية، الشرائط الساكنة لمدينة يتوفر على مقومات بيئية إيكولوجية مهمة بؤسه الحصول على علامة بيئية مهمة أبرزها شارك اللواء الأزرق التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة جميلة لالة حسنة. وقد تمكنت أربع وجهات على مستوى شواطئ مكة والشاطئ الخامس لمدينة قنينة من الحصول عليه لسنوات متتالية، وهو ما يؤكد انخراط الفاعلين لكافة المتدخلين لكسب رهان الجولة والمساهمة في المحافظة على البيئة البحرية في المنطقة. الملاحظة الثالثة تكمن في ضرورة إدماج الشباب والنساء في العملية الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والسير البحري من خلال دخول غبار التعاونيات والمقاولات الذاتية في مجالات السياحة الإيكولوجية والبيئية والجبلية والمنتجات البحرية، ولنا في هذا الإطار تجارب مهمة لمجموعة من النساء على صعيد عمالة مدعى فريدة اللواتي استطعن ركوب غبار البحر وخلق تعاونيات ومقاولات تشتغل في هذا المجال وجب تشجيعها وتحفيزها. أيها الجمع المبارك، نأمل أن يستمر حزبنا في تحقيق الزيادة على المستوى الوطني وأن يواصل تحقيق النجاحات بانخراطه الدائم والمتواصل في التجاوب مع مختلف الشرائح المجتمعية والترافع في قضاياه الأساسية. كما نأمل أن تواصل النساء التجمعيات انخراطهن الفاعل أيضا في الدينامية المجتمعية التي تعرفها بلادنا، أن تعمل نظام مختلف هيئات الحزب على تقديم القيمة المضافة والبصمة الإيجابية في شتى المجالات، ولنا كامل ثقة في النساء التجمعيات على قدرتهم على بلوغ أعلى مناصب صنع القرار على المستوى المحلي وجهوي أو وطني، وأن تعمل على تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا تحت القيادة السديدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.